اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله التكنولوجيات. يا سيدي اخيرا مستنيه هنا. ايه بقى؟ قول لي هتتكلم عن ايه النهارده؟ النهارده انا هتكلم عن برنامج التيك توك، اشهر برنامج في العالم في السنوات الاخيره. هتعرف بقى كل حاجه عنه وازاي بدا ومين هو صاحب الفكره العبقريه دي، ده على حسب يعني بعض الناس، وشويه معلومات جانبيه كده لاول مره هتسمعها تاخدها معاك تكاوي وانت ماشي في اخر الفيديو. بس قبل ما نخش بقى في التفاصيل، استنى، تعالى انزل اعمل لايك حالا للفيديو دلوقتي واشترك في القناة، زق معنا كده الله يرضى عليك، عشان خلاص كلها حاجة بسيطة كده ونوصل للعشرة آلاف. وما تنساش تفعل زرار الجرس. ليه طيب يا عمنا؟ يا اخي عشان يوصلك كل جديد. امال الفيديوهات دي احنا بنعملها لمين؟ ما هي ليك برضه يا صاحبي، عشان تستفاد كده ويوصلك العلم، يعني في زمن ما عادش فيه العلم الا قليل قوي. المهم بقى نسيبنا من الكلام ده كله ويلا بينا علشان نخش في التفاصيل. مبدئيا كده ومن اولها، يعني تطبيق التيك توك ده ما اسموش تيك توك خالص. الله، امال ايه؟ انت هتكذب من اولها ابو حميد؟ لا خالص يا صاحبي والله. انت تعرف عني كده برضو؟ لا. طيب اسمع للاخر بس وبعد كده احكم انت. التطبيق ده اول ما تم انشاؤه، تم انشاؤه في الصين باسم دويان، والبدايه كانت مع الراجل ده تشانغ يي مينغ. ده بقى يا صاحبي مهندس برمجيات صيني، واطلق منصه اسمها بايت دانس في الصين. ومع الوقت وبسرعه جدا بايت دانس دي بقت عملاق كبير في مجال التكنولوجيا. وبايت دانس دي بقى عباره عن منصه مدعومه بالذكاء الصناعي، واول ما بدات كانت عباره عن تطبيق اخباري، ولكن كان المميز فيها بقى انها خدت مزايا مواقع التواصل الاجتماعي زي فيسبوك، وكمان خصائص محركات البحث زي جوجل، وراحت دمجاهم في بعض. ازاي؟ فهمني كده واحده واحده الله يرضى عليك. هقول لك انا بقى يا صاحبي، المفروض انك لما بتخش على موقع اخباري وتدور في مجال معين انت مهتم بيه، بتخش اول مره تقرا الخبر وبعد كده بتخرج، ولما بيبقى ينزل اخبار جديده عن المجال اللي انت مهتم بيه بتخش انت عشان تقرا. هنا بقى الوضع مختلف، انت بتخش اول مره بس تقرا الخبر في المجال اللي انت مهتم بيه، وعن طريق الذكاء الصناعي هو بيعرف انت مهتم بايه بالظبط وبيبدا يفهم، وبعد كده بعد اول دخولك لاول مره تقرا الخبر وتخرج، اي خبر هينزل في المجال اللي انت مهتم بيه ده هيوصلك اشعار بيه وهي يعرضوا عليك. الله، ايه الجمال ده؟ اصبر بس، انت لسه شفت حاجه؟ ده التقيل جاي. المهم ان مع الوقت منصه بايت دانس دي توسعت بشكل كبير جدا، وبناء عليه عملوا مجموعه من التطبيقات، وكان من ضمنهم مين يا لئيم؟ ايوه، تطبيق التيك توك اللي هو انا قلت لك كان اسمه دويان في الصين. امال هو ايه اسم تيك توك ده؟ طيب هو انا ما قلتلكش يا صاحبي اسم تيك توك ده اسم التطبيق في باقي العالم، لكن هو مازال في الصين دلوقتي باسم دويان. يعني انت بقى عايز تقول لي ان تشانغ ده هو اللي انشا التيك توك؟ ايوه طبعا يا كبير. امال يا سيدي مين اليكس زو ولويس يانج اللي عرفنا بيهم دول؟ اصبر بس عليا افهمك. بس قبل ما اقول لك الموضوع ده اصلا اجى ازاي، خلينا نرجع سريعا كده لورا شويه، وتحديدا سنه 2014. وفي السنه دي بالتحديد ظهر تطبيق كده اسمه ميوزيكلي، واصحاب الفكره بتاعه التطبيق دول بقى هم مين؟ اليكس زو ولويس يانج اللي انت بتسال عنهم. الله، امال ايه علاقتهم بتشانغ دلوقتي؟ انا هفهمك، اصبر بس عليا واحده واحده. بس الاول انت هتموت ضحك لما تعرف ان تطبيق الميوزيكلي ده اول ما بدا كان عباره عن تطبيق خاص بالفيديوهات التعليميه القصيره. المهم ان احنا قلنا ان تطبيق الميوزيكلي ده زي ما قلت لكم كده اول ما بدا كان هدف اليكس زو ولويس يانج دول ان هم يعملوا تطبيق خاص بالفيديوهات التعليميه القصيره. فبدا اخينا اليكس زو يروح يتفق مع المعلمين على ان الفيديو التعليمي ده اخره لازم يكون 5 دقائق، ما يزيدش عن كده في اي موضوع تعليمي بقى هيتقدم، وده طبعا كان بهدف التسهيل على الطلبه اللي بيروحوا ياخدوا دورات اونلاين. بس للاسف الدورات الاونلاين بتبقى الفيديوهات بتاعتها طويله، فالطلبه كانت بتمل، فهو كان هدفه ان هو يسهل على الطلبه شويه عن طريق الفيديوهات اللي ما بتزيدش عن 5 دقائق دي. المهم ان اخينا اليكس زو واخينا لويس يانج راحوا عشان يعرضوا فكرتهم على المستثمرين، والمستثمرين رحبوا جدا بالفكره دي وقدموا لهم على طبق من ذهب 250 الف دولار عشان يبداوا مشروعهم ويبداوا يمولوه بشكل كويس ويوصلوا بيه. ولكن المفاجاه بقى، وبعد وقت طويل قوي من الشغل على التطبيق، واول ما التطبيق بدا ينزل بدا اخينا اليكس زو يشوف ان التطبيق ده هيوصل للفشل، وخصوصا بقى في ان الفكره نفسها انك تعمل فيديو تعليمي فكره مش سهله خالص وهتاخد وقت كبير، عشان انت كمعلم مطلوب منك انك تجيب موضوع كبير وتختصره بس في 5 دقائق بحيث انه يوصل للطلبه بشكل كبير جدا وبشكل كامل. فالموضوع صعب والعمليه مش سهله خالص. ولكن عقبال ما خينا زو فكر في الكارثه دي كان للاسف صرف كل الفلوس اللي معاه، وما تبقاش منها غير 8% بس من الفلوس. ومن هنا بقى قعد يفكر اعمل ايه،
تعمل ايه يا واد يا زو، تعمل ايه يا واد يا زو، لحد ما قامت جات له فكره الرقص على انغام الموسيقى والحركه. وتخيل بقى كده معايا الفكره دي جات له ازاي. الفكره دي جات لزو وهو في مره راكب القطر وقاعد كده، لاحظ ان الشباب اللي حواليه الصغير في السن كلهم يا اما بيسمعوا موسيقى يا اما بيتصوروا سيلفي. شفت الدماغ المتكلفه، اتعلم بقى يا اخي. المهم ان الموضوع فعلا انتشر بطريقه غريبه جدا، والموضوع قام واصل لمنصه بايت دانس اللي هو صاحبها مين؟ تشانغي مينغ، صح؟ ايوه كده، الله يرضى عليك. راحت منصه بايت دانس اشترت الميوزيكلي ودمجته في تطبيق التيك توك اللي هو اسمه في الصين دويان. والمبلغ يا سيدي اللي اتدفع ساعتها بالتحديد 75 مليار دولار عشان تبقى شركه ميوزيكلي من اكبر الشركات الناشئه كقيمه في العالم. ومن هنا بدا التطبيق ده في التوحش والنجاح الكبير جدا، وقرروا بقى ان هم يطرحوه في العالم كله بس باسم تيك توك، لانهم طبعا شافوا ان الاسم ده هو الافضل بالنسبه لدول العالم، وفضل في الصين باسم الدويان. وطبعا بدات السلسله النجاحات بتاعته تتوحش بشكل كبير، لانه بيستهدف اكبر شريحه من الشباب، واللي هم تحديدا الشباب الصغير اللي من سن 13 ل 18 سنه، وخصوصا بقى انهم اكتر الناس اللي بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. طب يا ابو حميد بقى قول لنا، التطبيق ده مضر ولا مفيد ولا ايه حكايته بالظبط؟ وليه الشباب الصغير ده بيروحوا يستخدموه؟ والله المشكلة هنا يا عزيزي في الاباء والامهات اولا، اللي اهتمامهم قل باطفالهم بشكل كبير جدا، وما عادش في طبعا اي متابعه منهم للاطفال دي. ده زائد كمان ان في بعض الاباء بيتعاملوا مع اطفالهم بعنف من غير حتى ما يسمع طفله ويديله مساحه ان يقول رايه، ولو قال رايه غلط يقدر هو بالعقل وبالمنطق يصحح له رايه ويخليه يمشي ورا وجهه نظره من غير ما يعند معاه. ولكن طبعا فرض الراي وعدم سماع الابناء هو اللي ادى للموضوع ده، وخلاهم يروحوا للنوع ده من التطبيقات عشان يتواصلوا مع الناس اللي في سنهم ويسمعوا بعض ويمشوا وراء اراء بعض، وده طبعا اكبر غلط. يعني انت هتجيب العيب والغلط بس على اولياء الامور يا ابو حميد؟ لا طبعا يا صاحبي، كمان المشكله جايه من عند الشباب والاطفال المراهقين دول، اللي هدفهم طبعا في الايام دي بقى الشهره والوصول السريع، وما عادش عندهم اي طاقه ان هم يتعبوا ولا يوصلوا لهدفهم، لانهم بقى مقتنعين اقتناع كامل ان الفهلوه وانعدام الذوق هو اللي ماشي الايام دي وبياكل اكتر من العلم، وان العلم ما عادش ليه فايده اساسا. واخيرا نداء لكل اب وكل الأم، ربوا عيالكم على الصح وعلموهم كويس وفهموهم ان اللي بيتعب بيوصل، وادوهم مساحه ان هم يقولوا رايهم واسمعوهم كويس، يمكن في يوم من الايام ابنك او بنتك يطلع عندهم حق في تحديد مصيره. بس كده، دي كل حاجة عن تطبيق دويان او زي ما بيقولوا في العالم تيك توك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة دي من سلسلة تكنولوجيات. اشوفكم التلات الجاي مع حلقة مميزة ان شاء الله. سلام.